اللهم يا ربي يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا الله اشفي قلبه يا رب العالمين، اللهم اصرفه عن هذا البلاء يا رب العالمين. نصيحتي لنفسي ولإخواني أن نعلم أن العين نعمة من الله، من أعظم نعم الله علينا، نعمة متكررة في كل ثانية، فينبغي أن نستعملها في طاعة الله، وأن لا نستعملها في معصية الله، وأن نعلم أن من استعمل نعم الله في معاصيه أوشك أن يفقد كونها نعمة ولو بقيت. والأمر الثاني أن نذكر أنفسنا أننا سنسأل عن هذه العين بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا جلست في غرفتك ما يوجد أحد، ما يوجد أحد، وتنظر تذكر أنك ستقف بين يدي الله وسيسألك عن هذه العين وعن هذه الرؤية التي رأيتها. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فيتذكر هذا. والأمر الثالث أن يتذكر أن الله معه، أن الله يراه ويسمعه ويعلم به، فالله معه بسمعه وبصره وعلمه. فإذا خلوت وأن تنظر لهذه الأفلام وهذه القبائح فتذكر أن الله الآن يراك وأن الله يعلم بحالك، فلا تقل خلوت، ولكن ذكر نفسك أن الله يراك. ذكر أن بعض السلف كان يميز أحد طلابه عن البقية، فكلمه الطلاب فأراد أن يبين لهم لما يميزه، فقال أعطى كل واحد طائرا وقال اذبحه حيث لا يراك أحد. فذهب الطلاب وعادوا في اليوم التالي كل منهم قد ذبح طائرة إلا هذا الطالب. يا فلان ماذا صنعت؟ قال ذهبت هنا ذهبت هنا ذهبت هنا. وأنت يا فلان لما لم تفعل أمري؟ قال كلما ذهبت إلى مكان علمت أن الله يراني فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد. فقال من أجل هذا أحبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي أن نتذكر هذا وأن الله عز وجل يرانا. ثم يا أخي الزمن يسير ويذهب بالطاعة والمعصية، والله ما وقف الزمن عند طائع ولا وقف عند عاصي. ذكر نفسك أنك لو صبرت هذه الدقائق ذهبت بلا معصية، وأنك إذا فعلت هذه المعصية ذهبت بالمعصية وأورثتك فساداً في قلبك، وضيقت عليك حياتك، وسببت لك الشقاء، وربما حرمت النعمة من أجل هذا. فتذكر نفسك بهذا. ثم تذكر أن العين ستشهد عليك، أن العين ستشهد عليك بما رأت بين يدي الله سبحانه وتعالى. فاتق الله سبحانه وتعالى وعظم شأن الله، وإذا فعلت هذا فإنك بحول الله وقوته تنصر على إبليس. مع الوصية بكثرة الدعاء، يا إخوة من ابتلي بمعصية فليطرح بين يدي الله في آخر الليل، يا رب ارحمني، يا رب أنت أعلم بحالي، يا رب إني ابتليت بهذا الداء، اللهم فكرهني فيه، اللهم باعد بيني وبينك كما باعدت بين المشرق والمغرب. الاطراح وصدق اللجوء إلى الله من أعظم ما يصلح به الحال. فيا أخي وسؤالك هذا يدل على خير وأنك تريد الخير وتريد التخلص. صل الليل وسهام الليل لا تخطئ، واطرح بين يدي الله وانت ساجد، يا ربي يا ربي يا ربي خلصني من هذا البلاء، يا ربي بغضني فيه، يا ربي كرهني فيه، يا ربي باعد بيني وبينك كما بعدت بين المشرق والمغرب.
والله سميع مجيب، قريب من عباده، لا يرد صادقا، ويستحي من عبده الصادق أن يرد عليه دعاء. فاللجاء اللجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.